بصوا كمان مستويه ازاي من جوه. دي كفته بالبرجر دايت، جميله جدا جدا وطعمها حلو، هتعجبك قوي. سعرات الحراريه بتاعتها برضو قليله قوي. يلا بينا نشوف طريقتها ازاي عملتها. هحضر بقى ايه حاجه الكفته. بابريكا، بودره بصل، بودره ثوم، البهارات، البهارات فيها ملح، فلفل اسود، بيضة، نص كيلو لحمة مفرومة، وده ربع كيلو برغل منقوع مغسول غسلة كويس، وده كده جامد، وبصفي المية كم مرة، وبعد كده بحط عليه المية واسيبه منقوع بينفش كده ويتصفى. هقول تاني المقادير: نص كيلو لحمة، بضاية، بابريكا، بعد ما بحط بقى بودرة بصل، بودرة ثوم، ملح وفلفل اسود، بهارات، وادي البرغل ربع كيلو برغل، وحطيته على نص كيلو ايه اللحم. طبعا دول كده هقلبهم كده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. البرغل صحي جدا وحلو قوي في الكفتة، وسعراته حاليا مش عالية قوي يعني. انا ممكن احط يا نحسن ومشغله الفرن معايا. لو انت عايزاه تقعد في التتبيله شويه برضو ممكن تخليها تقعد في التتبيله. همسك بقى البضايه، وادعكم مع بعض وارجع لكم تاني. عملتها اهي، مشغله الفرن عشان بس ان هي مفيهاش دسم، هي قليلة الدسم اللحمة المفرومة، فبحط كده ايه نقطة زيت، واحط برضه حبة زيت عليها اهي، يعني مش هيضر لما احط ايه يجي معلقتين بس زيت. همسك بقى كده اهو اهي كده بدعكها، لا تصبعيها لا تكوريها، يعني التشكيلة اللي انت حباها. خلص بقى الكمية دي ايه وارجع له. اديني عملتها اهو، كورتها ومشغله الفرن لحد ما كورتها، وهحطها في الفرن. بنتي بتسلم عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. ماشي، هحطها في الفرن ولما تستوي هطلعها ونشوفها سوا. طلعتها من الفرن زي ما انتم شايفينها اهي، بصوا مستويه وجميله جدا ولونها حلو. اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في اكله جديده في فيديو جديد ان شاء الله.